فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. قال المؤلف رحمه الله تعالى بعدما ذكر الشروط المشروطة على أهل الذمة من النصارى وغيرهم أيام عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال: وهذه الشروط أشهر شيء في كتب الفقه والعلم، وهي مجمع عليها في الجملة بين العلماء من الأئمة المتبوعين وأصحابهم وسائر الأئمة، ولولا شهرتها عند الفقهاء لذكرنا ألفاظ كل طائفة فيها. قال: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ذكر الشيخ رحمه الله فيما سبق جملة من شروط عمر على أهل الذمة، وأهل الذمة هم أهل الكتاب من اليهود والنصارى الذين عقد معهم ولي أمر المسلمين عهدا على أن يدفعوا الجزية للمسلمين ويخضعوا لحكم الإسلام ويبقوا على دينهم، لكن عمر رضي الله عنه اشترط عليهم شروطا تميز ما بينهم وبين المسلمين. قال الشيخ رحمه الله: وهذه الشروط مجمع عليها بين المسلمين، لم يخالف عمر فيها أحد من المسلمين، ولولا ذلك لا ذكرها الشيخ مفصلة، لكن يكفي ذكر هذا النموذج منها. والغرض من ذلك، وإن لم يكن الآن يوجد هذا النوع من العهد بين المسلمين والكفار وهو عقد الذمة ودفع الجزية، هذا لا يوجد الآن فيما نعلم بسبب ضعف المسلمين وتعطل الجهاد، ولكن الغرض من ذلك ومن ذكر هذه الشروط هو بيان أنه يجب أن يكون هناك فرق بين المسلمين وبين غيرهم، يتميز به المسلمون عن غيرهم، ولا يتشبهون بالكفار من أهل الذمة وغيرهم. هذا هو القصد من إيراد هذا النموذج من شروط عمر رضي الله عنه، بيان أن منع تشبه المسلمين بالكفار أمر جرى به العهد وشرطه عمر رضي الله عنه في خلافته وأجمع عليه المسلمون، مما يدل على وجوب منع التشبه بالكفار.